السلام عليكم. أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 94% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية. وأعلن رئيس السلطة محمد الشرفي أن العملية الانتخابية عرفت مشاركة واسعة واتسمت بالهدوء والسلمية وبشكل نزيه وشفاف، مضيفاً أن البناء المؤسساتي في الجزائر وصل لدرجة النضج الانتخابي. ونافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني وصحفي السابق يوسف أوشيش رئيس جبهة القوى الاشتراكية. أشارت حملة حساني إلى أنها سجلت ممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومن بينها الضغط على بعض مسؤولي مكاتب التصويت لتضخيم النتائج وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين وأيضا التصويت الجماعي بالوكالات، في حين أشار مدير حملة المرشح أوشيش إلى أن الرسوم البيانية تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، ووصفها بأنها تلاعب مخزن وفادح. جزائريون أعربوا عن أملهم في أن تسفر الانتخابات عن تغيير حقيقي يمس ويحاكي مطالبهم، في حين قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعوداً بتغيير الأوضاع في البلاد، من بينها الاستفادة من زيادة مداخيل تصدير النفط والغاز وزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتعويضات البطالة وبناء مليوني مسكن، فضلاً عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 450 ألف فرصة عمل وجعل الجزائر ثاني اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. من جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية السلطة في الجزائر بخنق المجتمع المدني من خلال قمع مروع لحقوق الإنسان وتوقيفات تعسفية جديدة ورفض أي تسامح مع الأصوات المعارضة. فبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ما زال عشرات الأشخاص في السجون بسبب نشاطهم المرتبط بالحراك. تجدر الإشارة إلى أن مرشحي المعارضة اللذين خاضا السباق الرئاسي في الجزائر قدما طعنا قانونيا على النتيجة المؤقتة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: إلى ما يؤشر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية وحصوله على أكثر من 94% من الأصوات؟ هل فعلا أن العملية الانتخابية اتسمت بالهدوء والسلمية والنزاهة والشفافية كما يقال؟ وكيف سيفي تبون بوعوده المتمثلة بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتعويضات البطالة وبناء مليوني مسكن وزيادة الاستثمارات؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان انتخابات الجزائر هل تؤسس لعهد جديد؟ سيكون معنا ضيفا في الاستوديو المحلل السياسي الجزائري عبد الرحمن بن عمار. أستاذ عبد الرحمن مرحبا بكم. أهلا وسهلا. حياكم الله. وعبر سكايب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور صالح الشقباوي. دكتور صالح مرحبا بكم حياكم الله. أهلا أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. وعبر سكايب عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن حركة مجتمع السلم الأستاذ زكريا بالخير. أستاذ زكريا مرحبا بكم حياكم الله. حياكم الله وبياكم. مشاهدينا الكرام فاصل ولنا عودة بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام نناقش في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب انتخابات الجزائر هل تؤسس لعهد جديد. أجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو وعبر سكايب. أبدأ معكم أستاذ عبد الرحمن. الانتخابات الرئاسية في الجزائر جرت، ذهب الناخبون إلى مراكز الاقتراع، ولكن بداية قبل الدخول في تفاصيل هذه الانتخابات، يعني كيف تقيمون هذه الانتخابات؟ هل كانت تجربة ديمقراطية حقيقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكركم ونشكر قناتكم على هذه الاستضافة، ونجدد أنا كذلك ترحيب بضيفيك. طبعا السؤال واسع جدا، هل كانت تجربة ديمقراطية؟ ولما نتكلم على الديمقراطية فنحن هنا نضع عدة نقاط في النقاش. أولها عن عدد المصوتين الذين اتجهوا إلى مراكز الانتخابات، والذي هو يدل هل هو يعني الشعب الجزائري مؤمن بقضية الديمقراطية في الجزائر أم أنه قد نفض يديه منها. طيب. والأرقام تدل على هذا جيدا، وسنتكلم عليها فيما بعد. طيب. بالإضافة إلى ذلك، إذا نتكلم على قضية الانتخابات كيف جرت داخل مراكز الاقتراع وما هي النتائج التي كانت، فهنا سوف نشير إلى أنه يكفيك أن المترشحين الثلاثة بما فيهم المترشح الحر والرئيس السابق والرئيس الذي سوف تكون له عودة ثانية عبد المجيد تبون، يكفيك أن المترشحين الثلاثة قد وقعوا على ورقة يطعنون في النتائج، أو على الأقل شيء نقول يحتجون على النتائج التي أعلنت عليها السلطة الوطنية المستقلة. حتى الرئيس من ضمنهم؟ حتى الرئيس من ضمنهم. هي ورقة طلعت من ليس من الرئيس مباشرة وليس من المترشحين مباشرة، ولكن من مسؤولي الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاث. فهذا يدل على كثير من الامتعاض الذي هو في الجزائر حتى ممن فاز في الانتخابات هذه. هذه من جهة. من جهة ثانية، وكما أسلفت الذكر لما نتكلم على قضية الشعب الجزائري، نحن اليوم نتكلم على 5,630,000 جزائري توجه إلى مراكز الانتخابات وعبر عن صوته، من بين 23 مليون، فنحن نتكلم على أقل من ربع الشعب الجزائري. فهذه انتخابات في ظل عزوف أكثر من 75% من الشعب الجزائري أو ممن يحق لهم التصويت في الشعب الجزائري، مع أن سوف نتكلم عليها كذلك النسب التي أعلن عليها محمد شرفي، ومحمد شرفي ربما كان هو النقطة السوداء، أكبر نقطة سوداء في هذه الانتخابات، اللي هو رئيس السلطة المستقلة للانتخابات. أعلن على 48% بما يسمى معدل نسبة المشاركة، والذي هو عبارة عن حساب نسب المشاركة داخل كل الولايات وإخراج معدل منها، وهذا يعطي متوسط المشاركة داخل الولايات ولا يعطي نسبة المشاركة بالحسابات الرياضية. نعم، هذا يعني عدد الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع هم 23%. نعم، هو للأمانة هو استخدم كلمة معدل نسبة المشاركة. نعم. يعني الاستخدام في المصطلح صحيح 100%. طيب. لكن المتعود عليه في الانتخابات، في أي انتخابات، أنه تعطى نسبة المشاركة. نعم. فهو بتلاعبه بهذا اللفظ وبإعطاء لفظ معدل نسبة المشاركة يترك الجميع يتخيل أنه 48% من الشعب الجزائري توجه للاقتراع وتوجه. نعم. جهل لصناديق الانتخابات، وهذا ليس صحيح، وهذا تلاعب بالمصطلحات مثل ما قلت. نعم. وإنما 23%، يعني نحن نتكلم عن عزوف أكثر من 75% من الشعب الجزائري. نعم. في ظل كل هذه الظروف نحن نتكلم عن تجربة ديمقراطية، هل النتائج كانت صحيحة أو كانت مخطئة؟ هذا ما سيدل عليه فيما بعد المحكمة الدستورية. نعم. بعد أن تصدر النتائج النهائية، هذا ما يمكن أن يدلي به مسؤولي الحملات الانتخابية بعد حصولهم على. نعم. كامل أوراق ونتائج الانتخابات من مختلف الولايات والبلديات. تجربة ديمقراطية حقيقية تعتقد ذلك باختصار؟ إذا تكلمنا على عزوف أكثر من 75% من الشعب الجزائري، وإذا تكلمنا على أنه ثلاث مترشحين يطعنون أو يحتجون على الأرقام المعطاة من طرف اللجنة المستقلة، فهي ليست بتجربة ديمقراطية حقيقية. طيب. بل نحن نتكلم عن محاولة ثانية في الجزائر لأجل خلق جو ديمقراطي، ولكن نحن أمام هذا، نحن يعني نصطدم بهذا الواقع المر. طيب. يعني في الأخير. دكتور صالح، أجدد الترحيب بكم. يعني 23 مليون من يحق لهم التصويت ذهب إلى الاقتراع أو إلى الانتخاب، هم 5,630,000، ولكن يعني السلطة المستقلة للانتخابات تحدثت عن مشاركة 48% من الشعب الجزائري في انتخابات الرئاسة. الآن أستاذ عبد الرحمن يتحدث يقول بأن نسبة المشاركة هي ما يقارب 23 أو 25%. مشاركة 48% حسب ما أوردته السلطة المستقلة للانتخابات، هل يؤشر إلى ضعف الانتخابات ووهنها، وبالتالي عزوف الجزائريين عن المشاركة دكتور؟ مساء الخير أولا لك ولضيوفك الكرام. حياك الله. ثانيا، يعني بتقديري العملية الانتخابية كانت حقيقة بحد ذاتها هي إنجاز حقيقي وتاريخي للشعب الجزائري وللسلطة الجزائرية، وبالتالي لديمومة استمرار الجزائر
بالعالم السياسي بالعالم الجديد. نعم. تنساش يا أخي أن الجزائر تعرضت إلى مؤامرات، إلى تاريخ أسود أريد منه أن يخرجها نهائيا من الكيانية والكينونة. وبالتالي أنا أعتقد أن عملية الانتخابات بغض النظر عن النسبة المئوية التي شارك فيها الشعب الجزائري هي إنجاز تاريخي بحد ذاته. ليش؟ لأنه يعني الجزائر كما تعلم يترصد بها الكثير من القريب إلى البعيد، من الإخوة إلى الأعداء، وبالتالي هي عملية ناجحة بكل معنى الكلمة، وهي إنجاز تاريخي في هذا الظرف السياسي العالمي. لا تنسى يا أخي العزيز أن العالم يعيش تحولات دراماتيكية سياسية كبرى على المستوى الخارطة السياسية العالمية. يعني في هناك حرب أوكرانيا، في هناك تغيير في منظومة القوى الدولية والنظام الدولي الجديد، في هناك هزيمة للمشروع الأمريكي، في هناك بروز قوى جديدة كالصين كروسيا. فبالتالي يعني هذه المعطيات الآن في داخل الجزائر هي إنجاز حقيقة بكل معنى الكلمة، وهي فاعل حقيقي ومحوري لترسيخ المنظومة الديمقراطية والنظام الديمقراطي داخل الجزائر. ولا ننسى يا أخي أن الجزائر هي امتداد لثورة منتصرة، ثورة عربية حققت أعظم إنجاز في القرن العشرين للأمة العربية قاطبة من المحيط إلى الخليج. وبالتالي هذا يعني أعتقد أن العملية الديمقراطية في الجزائر كانت منذ عام 1962 ولم تتغير، ولكنها نمت وأخذت تجربة قوية وفاعلة، وأصبح للجزائر حضور قوي ومكانة قوية، وعادت الجزائر أيضا لتأخذ مكانتها طيب. بين الأمم وبين الشعوب المختلفة. طيب دكتور، أستاذ زكريا، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية حصل على 94.65% من الأصوات في هذه الانتخابات، ولكن هنا المراقبون السياسيون يرون أن هذه النسبة لا يحصل عليها إلا الأنظمة الشمولية. كيف يمكن الرد على هؤلاء السياسيين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أتحيي في فلسطين وتحية لك ولمشاهديك الكريمين. حياك الله. في الحديث عن نسبة المشاركة أو نسبة فوز المرشح الفرع عبد المجيد تبون، يجب أن أتحدث أولا عن إرهاصات هذه العملية الانتخابية، وأحاول أن أكون معتدلا ووسطا بينما تفضل في ضيفيك الكريمين، لأنه هذه الانتخابات أو الجزائر حقا نظام جمهوري هو أفضل حالا من الكثير من الدول العربية التي تعيش استبدادا غير مسبوق. في الجزائر يوجد سقف محترم من الحرية، يوجد كثير من المكتسبات التي حصلها الشعب الجزائري من بعد الحرات، وكان يوجد للذهاب للديمقراطية في الجزائر بعيدا لكي تكون الديمقراطية الناضجة حقا مثل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الذي انتكس وأجهض هذه التجربة الديمقراطية ومنعها من بلوغ النضوج بسبب ما بدر منه من تصريحات ومن إحصائيات ومعطيات اتضح أنها لا تتوافق مع الواقع، وهذا بإجماع المرشحين الثلاث عن طريق مديرياتهم التي تمثلهم بصفة رسمية. طبيعة الحال بما أن المديريات الثلاث للمترشحين طعنت في نتائج السلطة المستقلة للانتخابات، إذن فنتيجة 94% مطعون فيها تلقائيا حتى من طرف صاحب هذه النتيجة ألا وهو المرشح الحر عبد المجيد تبون. وبطبيعة الحال غير منطقي أن يحصل في هذا الزمان أي مترشح مهما كان قوته، مهما كان طرحه، مهما كان إيمان الجماهير به، أن يبلغ نسبة بهذه الصورة. فهذه النسبة طارت من الزمن البائد ودائما تثير الشكوك وتذكر الشعوب بزمن قد مضى في دول شمولية مثل ما قلتم أو دول أكثر
منها شمولية، لهذا لا يمكننا أن نحدد هذه النتيجة 94% ولا نعتبرها نتيجة حقيقية، والدليل أن صاحب هذه النتيجة أحد الطاعنين فيما تم إصداره من طرف السلطة المستقلة للانتخابات، لهذا لا يمكننا أبدا أن نأخذ هذه النتائج في محمل الجد ونحاول تحليلها والتعاطي معها حتى يتم إصدار النتائج النهائية والرسمية من طرف المحكمة الدستورية، لأنه لا يخفى عليك أنه بعد هذا البيان الثلاثي تقدم مرشح حركة المجتمع السلمي ومرشح جبهة القوى الاشتراكية بطعن لدى المحكمة الدستورية، وهذا الطعن كان مؤسسا وكان قانونيا وكان مثبتا بالمحاضر التي تم استلامها من طرف هؤلاء المرشحين، المحاضر على مستوى الولايات أو المحافظات مثل ما تسمونها، من طرف ذات السلطة التي أعلنت عن نتائج على المستوى المركزي تختلف تماما عن النتائج التي قدمتها بصفة رسمية إلى هذه الأحزاب على مستوى 58 ولاية أو 58 محافظة. طيب أستاذ عبد الرحمن، لنأخذ كلام السيد محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، والتي قال فيها إن العملية الانتخابية هكذا قال عرفت مشاركة واسعة. لنأخذ بالأرقام بأن نسبة المشاركة هي 48%، هل تعتبر مشاركة واسعة؟ خاصة إذا ما علمنا وإذا ما أخذنا نسبة 48%، هذا يعني من ناحية الرياضيات أن نصف من يحق لهم التصويت في الجزائر هم عزفوا عن موضوع الانتخابات. أرجع وأتذكر على قضية نسبة 48% مثل ما بدأت أولا في تعليقي على أنه هو أعلن عليها، ومثل ما كتب على ما كتب على الموقع الرسمي للسلطة المستقلة للانتخابات هي معدل نسبة المشاركة وليست نسبة المشاركة. حتى وإن تكلمنا أنه هو يتكلم على 48% مثل ما بدأنا كذلك، الأرقام لا تكذب. لما نتكلم على 5,630,000 مصوت من 23 مليون فمستحيل أنها تكون 48%، هذا من جهة. لكن تبقى بعض التفاصيل مثل ما تكلم النائب زكريا على أنه إذا كانت هذه النتائج كلها مطعون فيها حتى من طرف الفائز بالانتخابات وأن النسبة أكثر من هذا، فنحن سننتظر إلى ما ستفضي إليه النسبة في الأخير من طرف النتائج النهائية التي ستصدر في خلال 10 أيام، فسوف ننتظر هذه النسبة إلى ماذا ستفضي، ولكن لا نظن أنها سوف تكون بعيدة كثيرا عن 23% بعدما أعلن محمد شرفي عن عدد 5,630,000. اتركنا نتكلم بلغة الأرقام، دعنا نأخذ نفس الأرقام التي هي في انتخابات الرئاسية لسنة 2024 لليوم، نأخذها ونقارنها مع 2019 نسبة المشاركة 40 مليون، عدد مسجلين 24 مليون، عدد المنتخبين 9.5 مليون. طيب نحن نسبة اليوم المشاركة، نحن نسبة المشاركة 40%، في حدود 40%. نحن اليوم نتكلم على عدد مصوتين تقريبا النصف، نتكلم من 9.5 مليون ل 5.5 مليون تقريبا. وحصل السيد عبد المجيد تبون على 58%، وصل السيد عبد المجيد تبون على 58%. آخر واحد في الانتخابات الماضية من بين المرشحين كان عبد العزيز بالعيد، تحصل على نسبة ما يقارب 7%، 6%. المترشحين اليوم الذين هم برفقة عبد المجيد تبون لم يحصل على هذه النسبة على حسب النتائج المعلنة لحد الآن. نرجع نأكد حتى نترك الهامش اللي هو هامش الذي يتكلم عليه الجميع، ولا أظن أنه سوف يكون أكثر من 3-5% يعني هذا الهامش. لكن إذا تكلمنا عليه يعني مجموع النسب التي حصلها المرشحين لم تصل إلى آخر واحد في الانتخابات. طبعا نحن نتكلم على انتخابات سنة 2019، بعد زخم الحراك الوطني الذي كان في الجزائر والهبة التي أقالت عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق، فكان يوجد زخم في الشارع ووصلنا إلى نسبة 40%. اليوم نشهد عزوف عن الانتخابات. إذا لم يرضى ضيفيك أنهم يتكلمون يعني بالمصطلح أنه يتكلم على أن الأرقام تدل على أنه يوجد عزوف، فنحن أمام مشكلة متأصلة لا نستطيع حلها. لأنه أول طريق الحل المشكل هو أن نعرف ما هو المشكل، لماذا الشعب الجزائري لا ينتخب، لماذا السيد عبد المجيد تبون الذي حصل في الانتخابات 2019 على 58% كان عدد الأصوات المحصل عليها فيما يقارب 5 مليون، كان 4,900,000 وشوي، يعني تقريبا 5 مليون. اليوم بعد عهدة كاملة يتحصل على 5 مليون وشوي، يعني لم يتغير عدد الأصوات المحصل عليها، بالرغم من أنه تحصل على دعم من حركة البناء الوطني التي كانت هي الثانية في الانتخابات الماضية وكان عدد الأصوات المحصل من طرفها تقريبا 1.5 مليون. فكل هذه الأرقام تطرح تساؤلات أمام. طبعا نتفق تماما أنه محمد شرفي بالأخطاء التي ارتكبها أثناء الإعلان
أخطاء بالجملة ارتكبت، يعني لم يعلن على الانتخابات بالطريقة المعتادة، أو على الأقل نقول لم يعلن عليها بإعطاء اللازم من الأرقام الذي يحتاجه معرفته الشعب الجزائري. نعم. بالإضافة إلى أخطاء بالجملة في ما بين النتائج المعلنة وما بين المحاضرة المسلمة إلى المترشحين، هذا كله يضع محمد شرفي أمام تساؤل، ما الذي دفع محمد شرفي ولجنته إلى هذه الأخطاء؟ الآن نحن أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن السيد محمد شرفي مورست عليه ضغوط لكي يخطئ بهذه الطريقة، طيب. وهذه يعني حتكون مصيبة، إما أنه هو ولجنته لم يكونوا على مستوى الحدث وأخرجوا الأمر بهذه الأخطاء، وكلا الأمرين وكلا النتيجتين أو الاستنتاجين يدفعون أن نقول محمد شرفي انت يجب أن تكون انتهى الآن وقته على رأس هذه السلطة. طيب دكتور صالح، العملية الانتخابية في الجزائر كما وصفها السيد محمد شرفي قال بأنها تتميز بالنزاهة والشفافية، هناك من يؤيد مقولة أن البناء المؤسساتي في الجزائر وصل لدرجة النضج الانتخابي، يعني هل اتسمت فعلا الانتخابات في الجزائر بالنضج الانتخابي كما يقول السيد محمد شرفي؟ نعم حقيقة، يعني أنت لمست الكبد الحقيقة في توصيفك أن الشعب الجزائري ككل وصل إلى مرحلة النضج. يا أخوان في هناك تغيير يعني في المفاهيم، تغيير في الوعي، تغيير في منظومة الفكر الجزائري. الشعب الجزائري ارتقى في وعيه، في وجوده، في تعامله، يعني ودفع الثمن غاليا. لا ننسى العشرية السوداء كم كان ثمنها، كم كلفت الجزائر. يا أخوان الوعي هذا والنضج لم يأتي صدفة، بل دفع ثمنه دماء وأموال باهظة، أكثر من 200 مليار دولار خسائر الجزائر في العشرية السوداء. وبالتالي فإن هذا النضج وهذا الارتقاء في منظومة الوعي الجزائري جاء نتيجة هذا الثمن. لا ننسى يا أخوان يعني أن الشعب الجزائري انتخب وصوت على مشروع الرئيس تبون وليس على شخص تبون. الرئيس تبون يسعى إلى جعل الجزائر قوة اقتصادية، الرئيس تبون استرجع مليارات الدولارات، الرئيس تبون عمل توجيه للاقتصاد نحو مساره الصحيح. أيضا لا ننسى أن الرئيس تبون أعاد عملية تنظيف كبرى للنظام السابق. فبالتالي الشعب الجزائري انتخب برنامج الرئيس تبون، وباعتقادي أن ما حدث هو موافقة كلية. طيب دكتور، وموائمة. طيب دكتور، نعم. في هذه النقطة يعني إذا كانت انتخابات 2024 توصف بأنها يعني وصلت إلى مرحلة النضج الانتخابي، ماذا نصف إذن انتخابات 2019؟ هل لم يكن هناك نضوج؟ لا، لم يكن هناك تجربة مع الرجل بذاته، مع الرئيس بذاته. تبون كان بداية انتخاب، بداية رئاسته، فبالتالي لم يكن الشعب يعرفه. ولذلك الآن مرحلة الانتخابات 2024 اختلفت عن 2019 من خلال التجربة الغنية اللي عاشها الشعب الجزائري من خلال 4 سنوات اللي حكم فيها الرئيس تبون. إذن الآن الشعب الجزائري ينتخب الممارسة الفعلية والحقيقية للرئيس تبون، يعني صار عنده خبرة، صار عنده تجربة، صار عنده وجهة نظر بالنسبة لهذا الرجل، أنه صادق في توجهاته، أنه صادق في رفع منسوب الوعي واليقين في داخل المنظومة الدولة الجزائرية، الدولة العميقة. تنساش يا أخي أيضا أنه هذا الرئيس تبون جاء بعد عملية تغيير شاملة حصلت في النظام السابق. نعم جاء نتيجة تراكم. نعم جاء نتيجة تغيير في بنيوية النظام السياسي. نظام بوتفليقة كان شيء،
ونظام الرئيس تبون شيء آخر. لا تنسى يعني 90% من النظام السابق كان شبه متخلي عن قضايا معينة، إجا الرئيس تبون عاد تفعيلها، وإجا الرئيس تبون ومد إيده أول ما مد إيده لفلسطين وقال أين السفير الفلسطيني، عندما انتخب أراد إحضار السفير الفلسطيني ليسلم عليه ويقبله ويضع يده بيده ويقول أنا مع فلسطين من جديد، يجدد الشعار الرئيس بوميديان أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. إذن الرئيس تبون جاء ليكمل البوميديانية طيب. في شكلها الجديد، في شكلها المعاصر، في شكلها المستحدث. طيب دكتور، أستاذ زكريا، يعني نافس تبون مرشحان هما السيد حساني والسيد أوشيش، كيف يمكن أن نقيم هاتين الشخصيتين؟ نحن نتحدث ومشاهدينا من العراق ومن الدول العربية، كيف يمكن أن نقيم هاتين الشخصيتين؟ هل كانا فعلا منافسين لتبون، أم أن مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية هي لإظهار أن الجزائر فعلا تسير في المسار الديمقراطي، وعليه ليس لدى تبون مشكلة من وجود منافسين له في هذه الانتخابات؟ قبل الحديث مرة أخرى عن منافسي المرشح تبون، يجب أن نتكلم بإجهاب عن العملية الانتخابية وهذه العملية على وجه الخصوص. نعم. هذه العملية التي كانت المشاركة فيها لا تتجاوز ربع المنتخبين، وهذه العملية التي انخفضت فيها نسبة المشاركة إلى مستوى النصف مقارنة بالانتخابات 2019، يبدو أن ضيفك الكريم منقطع عن الواقع الجزائري ومتفائل بصورة أكبر. يعني حتى وإن أردنا أن نخفي الحقيقة، لغة الأرقام لا يمكن أن نتلاعب بها. ما تم الإعلان عنه هو بدعة جديدة مستحدثة تسمى بنسبة معدل المشاركة، أو ما يقال رياضيا متوسط معدل المشاركة. أما نسبة المشاركة فلم تبلغ الربع، ربما لم تتجاوز حتى 24%، وهذه رسالة واضحة من الشعب الجزائري، رسالة سياسية. ربما إن تحدثنا عن النضج السياسي، ربما يمكن أن نصف الشعب الجزائري بالنضج السياسي، لا السلطة الجزائرية. في انتخابات 2019، رغم الاستقطاب الحاد ورغم الهجمة الإعلامية التي تعرضت لها الجزائر، كان هناك قبول وكان هناك توافد كبير من طرف الشعب الجزائري على هذه الانتخابات، وكان هناك أمل في أن العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية والعملية السياسية في تطور. كان يمكن أن تكون هذه الانتخابات مثالية ورائعة رغم نسبة المشاركة المنخفضة، لكن لأنه أغلب شعوب العالم اليوم صارت تعزف عن الحياة السياسية، الحياة السياسية والديمقراطية في انخفاض وفي انحدار حتى في الدول الغربية التي تتغنى بالديمقراطية. ولكن ما أعلن أو ما صدر من السلطة المستقلة للانتخابات زاد من الطين بلة وزاد من الإساءة لهذا المشهد السياسي. وبالحديث وبالعودة إلى المرشحين هؤلاء، لا يمكن لأي شخص أن يطعن في منافسي المرشح تبون، فالجزائر ليست عقيمة لكي تلد رجالا ونساء يمكنهم أن يمارسوا الحياة السياسية بكل اقتدار وينتزعوا حقهم الديمقراطي. لكن الانتخابات هذه المرة عاشت برودا قبل أن تبدأ بصفة رسمية، وعاشت حربا نفسية على تحت مسمى أن هذه الانتخابات محسومة، وهذا يحسب على السلطة الحالية، لأنه هذا البرود الذي عاشته الساحة السياسية الجزائرية لم يكن لو لم تكن هناك إرهاصات ولم تكن هناك مقدمات وتراكمات تسببت في تصحير الساحة السياسية وفي إضعاف مردود الأحزاب والعملية الحزبية. رغم كل هذا، حركة مجتمع السلم والتي أنتمي إليها أبت إلا أن لا تضيع فرصة إعادة إحياء الحياة السياسية، وفرصة إعادة إعطاء الصورة الديمقراطية الحقيقية للجزائر، ونافست بكل إيمان. وكان وقعها أو تفاعل الشارع الجزائري مع مرشح الحركة كبير وكبير جدا. لهذا نعتبر هذه الإحصائيات وهذه الأرقام
صادمة وصادمة جدا، يعني من المستحيل أن يكون حزب مثل حركة مجتمع السلم بما له من رصيد نضالي وما له من ثقل في الشارع الجزائري يتحصل على هكذا نتيجة غير متوقعة من طرف أي طرف كان. أستاذ عبد الرحمن، حملة حساني سجلت ممارسات إدارية غير مقبولة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أثار انتباهي موضوع معين، وهو الضغط على بعض مسؤولي مكاتب التصويت لتضخيم النتائج. هل ما الغاية والهدف من تضخيم النتائج؟ هل لإضفاء الشرعية على هذه الانتخابات مثلا؟ أظن أنه كل الأرقام التي تكلمنا بها تدل على تكون كإجابة على هذا السؤال. نعم. لما نتكلم على أنه اللجنة أو السلطة المستقلة للانتخابات أعلنت على 48%، فنرى أنه شغلها الشاغل أنه ترفع نسبة المشاركة. طيب. أنه هي كانت همها يعني مثل ما قال النائب زكريا أنه كانت هناك ممارسات بأنه هذه الانتخابات محسومة، لذلك هذا أدى أو فاقم العزوف الذي هو متعودين عليه في الجزائر. طيب. فاليوم لما نتكلم على أنه الضغط أو الاحتجاج، طبعا هذا يعود إلى مسؤولي حملة الانتخابية للمترشح عبد العالي حساني. طيب. يعني هم يستطيعون تماما إجابة على هذا، لكن هذه النقطة تكون خلينا نقول موضوعية جدا، لأنه رأينا أن الشغل الشاغل الذي كان للسلطة المستقلة للانتخابات هو رفع نسبة المشاركة. وكأنه كان الأمر بالنسبة لهم محسوم من سيكون رئيس الجمهورية، لكن كان موجود لديهم حرج في نسبة المشاركة التي سوف تخرج في نهاية الانتخابات. طيب. دكتور صالح، السيد أوشيش عقد مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، ووصف النتائج بأنها تلاعب مخزن وفادح. أنا أنقل ما ذكره مدير حملة السيد أوشيش. هذا التصريح هل سيغير من المعادلة السياسية لدى المعارضة ونتائج الانتخابات شيء؟ لا أتصور يعني أن هذا التصريح يعني منطقي وحقيقي. يعني أيضا يعني دائما نحن نطعن في رموزنا في مقدراتنا القيادية، أو يعني في الكاريزما القيادية اللي بتقود الجماهير وبتقود الشعب وبتقود الأمة. يعني دائما نحن نأخذ جانب المؤامرة أو جانب يعني تفنيد الإيجابيات الكبيرة التي تحققت عبر صناديق الاقتراع. يعني أعتقد أنه 5 مليون جزائري الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع أو 5.6 مليون يعني هم نخبة النخبة، وهم يعني الناس الواعية، هم الناس الذين يحملون الأمانة ويشاركون هذه البلد في مسؤولياتها في تاريخها في أيضا بعض الثغرات وسد الثغرات ومحاولة سد النقص. يعني لا يوجد نظام ملائكي في الجزائر، في هناك أخطاء، ولكن هذه الأخطاء ليست بهذا الحجم كما نصورها. يعني الرئيس تبون فوزه هو فوز تاريخي، فوز لجهة معينة، لتاريخ معين، فوز للشهداء، فوز للتاريخ، فوز لهزيمة فرنسا وكل أعوان دكتور صالح. فرنسا في عفوا الجزائر. دكتور صالح، آسف للمقاطعة، ولكن إذا فاز السيد حساني أو مثلا السيد أوشيش، هل ستقول نفس الكلام؟ بالطبع. نحن أنا لا أنا أسمع أنا حقيقة أنا لست مع أشخاص في الجزائر، أنا مع الجزائر بغض النظر مين بحكمها. أنا إنسان مع المبادئ، مع تاريخ هذه البلد، مع قيم هذه البلد، مع ثورة هذه البلد، مع امتدادات هذه البلد، مع مواقف هذه البلد، وبالتالي أنا لست محسوبا على شخص ضد شخص. أنا مع مما كان يحكم الجزائر، أنا ألتزم وأنضبط لإرادة الشعب التي صوتت عليه، وبالتالي أنا أنضبط
لمنظومة الفعل الجزائري التي صوتت على الرئيس تبون، فبالرئيس تبون جاء نتيجة انتخاب، نتيجة عملية ديمقراطية، نتيجة إفرازات الصندوق. لو إجا حساني أو إجا أي إنسان أنا أحترم إرادة الشعب، وبالتالي لا أدافع عن شخص الرئيس تبون كشخص، ولكن أدافع عن الرئيس تبون كمنهج كبرنامج. يا أخي العزيز، يعني 260 مليار دخل المحلي في الجزائر، 70 مليار كاش الآن موجودات في البنوك، يعني والآن يطمح في 2026 أنه يصل الدخل المحلي إلى 400 مليار. إذن في هناك يا أخوان، في هناك حقيقة إنجازات تاريخية بحققها هذا الرجل. على ذكر الإنجازات أستاذ زكريا، الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون قدم وعودا من بينها الاستفادة من زيادة مداخيل تصدير النفط والغاز، زيادة جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين، تعويضات البطالة، بناء مليوني مسكن، زيادة الاستثمارات لإيجاد 450 ألف فرصة عمل في الجزائر، وقال بأنه ربما سيعمل على جعل الجزائر ثاني اقتصاد في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا. هل يمكن تحقيق هذه الوعود في فترة رئاسية تمتد 5 سنوات برأيكم؟ من الجيد أن نذكر ضيفكم الكريم والمشاهدين أن المرشح تبون هو أحد الطاعنين في نتائج هذه الانتخابات التي صدرت من السلطة الرسمية للانتخابات. نعم. عن برنامج سيد رئيس تبون يمكن أن يسأل عن مدى تطابق هذه الوعود ومدى قدرته على تنفيذ هذه الوعود في الواقع، ربما يمكن أن يسأل مساندي ومؤيدي والأحزاب الموالية لبرنامج رئيس، لأننا نحن في كتلة معارضة في البرلمان، ونحن حزب معارض ليس لشخص الرئيس ولكن لبرنامجه الاقتصادي الذي يحتوي على هذا الكم من الوعود. في حركة المجتمع السلم طرحنا برنامجا يسمى فرصة، كان متنافسا مع برنامج المرشح تبون، وكان يملك تصورا مغايرا ومخالفا، وحتى في عهدتنا البرلمانية أو العهدة السابقة للرئيس عبد المجيد تبون كنا نعارض هذا البرنامج السياسي والبرنامج الاقتصادي على وجه الخصوص، اعتقادا منا أنه غير كافي للقيام بإقلاع اقتصادي حقيقي وحل كل المشاكل الاقتصادية والقيام بنهضة تنموية حقيقية. لهذا لا يمكنني أن أجيب إلى أي مدى يمكن أن ينجح الرئيس عبد المجيد تبون في وعوده الاقتصادية والتنموية في عهدته هذه الثانية. أستاذ عبد الرحمن، اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، حتى يعني لا نهضم حق الدكتور صالح، اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين تتحدث عن وجود عشرات الأشخاص في السجون. يعني أنا توقعت عندما قمت بإعداد هذا البرنامج أننا أنني سأواجه مثلا آلاف المعتقلين، معتقلي الرأي داخل السجون في الجزائر، ولكن تبين من خلال التقارير الواردة بأن هناك فقط عشرات الأشخاص الذين هم مسجونين تحت بند أنهم معارضي أو ربما مروجي لأفكار تتقاطع مع الرئيس عبد المجيد تبون. أرقام قليلة، عشرات الأشخاص فقط داخل السجون، يعني رقم لا يذكر. هل تتوقع من الرئيس أن يبدأ صفحة جديدة مع المعارضة مثلا؟ طبعا قبل أن أتوجه إلى سؤالك، أنا على كلمة فقط أحط عليها يعني خطين قالها الدكتور صلاح أو الدكتور صالح لما قال أنه 5.6 مليون يتكلم على نخبة الشعب الجزائري. لا يا سيدي، نحن نتكلم على جزء من الشعب الجزائري اختار بمحض إرادته أن يتوجه إلى الانتخابات، ويوجد أكثر من 15 مليون، نحن نتكلم على أكثر من 75% لم يتوجه، فلذلك لا يمكن أن نصفهم بأنهم كانوا نخبة. ليسوا من النخبة. نعم. أو كانوا يعني لم يكونوا في مستوى النخبة. فأنا أظن أنه على ضيفك أن يسحب هذه الكلمة، هذه الكلمة لا تليق في حق 75% من الشعب الجزائري،
وأظن أنه يعني فنضح في حسن الظن أنه مرت أنه هو يتكلم أو يعبر عن النسبة التي انتخبت. طيب. الذي اختار في العملية الديمقراطية الذي اختار الانتخاب فهو اختار الانتخاب، والذي لم يختار لم يختار. أما بالتكلم عن ما حققه الرئيس عبد المجيد تبون أو ما حققه، نحن لسنا هنا لكي نتكلم على الإنجازات بقدر ما نحن نتكلم على العملية الانتخابية. فسوف يكون من الظلم جدا أنه نبقى نتكلم على إنجازات الرئيس في عهدة سابقة. طبعا المرشحين المنافسين لو لم يكونوا رئيسين سابقين، لو نتكلم على البرامج كل برنامج على حدة تمام، فهذا سوف يعطينا مجال أن نعمل مقارنة ما بين البرامج، هذا من جهة. أما ما أنجزه الرئيس عبد المجيد تبون وما سينجزه في هذه العهدة فهو رئيس كل الجزائريين، فهذا يجب أن يكون لصالح الجزائر. ومهما كان صفة الرئيس الذي كان ينتخب، وكل واحد في الجزائر خارج للانتخاب أو عزف عن الانتخاب له وجهة نظر لصالح الجزائر، لا نعتقد غير هذا، هذا من جهة. أما لما نتكلم على عشرات المعتقلين وعلى أنه هل سيفتح صفحة جديدة مع المعارضة في الجزائر، أظن هنالك بعض الممارسات أو بعض خلينا نسميها بعض العادات الجديدة أصبحت عندنا في الجزائر. نعم. كان على رأس عبد المجيد تبون أشارت إلى أنه مع المعارضة ينتهج نهج غير الذي كان ينتهجه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. نعم. والذي وصل إلى نهج ديكتاتوري خاصة في مراحله الأخيرة أو آخر عهدتين لحكم السيد عبد العزيز بوتفليقة. فاليوم نتكلم على الرئيس تبون حتى بعد الإعلان أو قبيل الإعلان عن الانتخابات الرئاسية جمع كل المعارضة في لقاء شهير، وكان كل رؤساء المعارضة وممثلي الأحزاب أعطالهم المجال أنه يكون في كلمة، وكانت الحرية يعني تماما إذا تكلمنا على قضية حرية المعارضة في سواء أنها تترشح أو لا تترشح. الآن نرجع إلى المهم، المهم هو تقييم العملية الانتخابية. نحن اليوم بصدد تكلم على تقييم العملية الانتخابية. نعم. ليسنا بصدد التقييم هل عبد المجيد تبون نجح أو لم ينجح كرئيس. نعم. الجمهورية. نعم. بالعكس هو رئيس جمهورية لعهدة ثانية، وأنا لم أختلف في قضية نجاحه من عدمه، لكن اختلفت في قضية الأرقام التي أعلن عليها. نعم. اختلفنا في قضية قلنا الأرقام لا تكذب، السلطة يعني الجزائرية اليوم، السلطة الجزائرية اليوم وعلى رأسها رئيس. نعم. الجمهورية، هم مطالبين بالتساؤل لماذا 75% من الشعب الجزائري لا يتوجه للاقتراع، لا يتوجه للانتخاب، لماذا؟ هذا سؤال يعني يضعنا في يعني، وهذا ليس رقم جديد، آخر انتخابات تشريعية للبرلمان الجزائري كان نسبة المشاركة نفس العدد. طيب. كان تقريبا 5 ملايين و400 و5 ملايين و200 إذا أذكر تقريبا. نعم. فنحن نتكلم على عزوف حقيقة أنه أصبح شعوب العالم تعزف عن العمل السياسي، لكن رأينا الهبة التي كانت بعد الحراك الجزائر، 40% من الشعب توجه للانتخاب. نعم. لماذا لم نستثمر في هذه الهبة؟ ما هو الذي ترك اليوم 4.5 مليون ينسحبون من أو 4 مليون على الأقل ينسحبون من العمليين الانتخابية؟ هذه كلها تساؤلات يجب أن طيب. نتكلم عليها. طيب. دكتور صالح، جزائريون أعربوا عن أملهم في أن تسفر انتخابات الرئاسة عن تغيير حقيقي يمس ويحاكي مطالبهم. ما هي أبرز المطالب التي يطالب فيها الشعب الجزائري؟ ماذا يريد الشعب الجزائري من السيد عبد المجيد تبون؟ طبعا يعني لابد من ذكر حقائق مادية وأرقام. نعم. طبعا يعني في عهد الرئيس تبون الماضي انخفض التضخم من 8% إلى 4.2%، يعني الآن موازنة 2024 للجزائر وصلت ل 110 مليار. يعني في هناك أيضا رفع نسبة كبيرة للرواتب الموظفين في بناء يعني سكن، في رفع حقيقي لنسبة الدخل القومي الجزائري. لا ننسى يا أخي العزيز أيضا شغلة مهمة، أنه 75% غابوا هي يعني حقيقة تؤكد عملية ديمقراطية، يعني أن الديمقراطية في الجزائر راسخة. ولا ننسى يعني أن دكتور صالح، دكتور صالح. نعم. أنت تحدثت بلغة الأرقام، 23 مليون يحق لهم التصويت، ذهب إلى مراكز الانتخابات 5 مليون، هناك بون شاسع، فرق شاسع ما بين هذين الرقمين.
صحيح يا أخي، أنا أشاطر رأي الأخ وصديقي اللي كان قبلي من لحظة، نعم أنه في هناك صحيح عزوف، ولكن عزوف اختياري، عزوف بقناعة، عزوف بأنه السياسة يعني أصبحت الأم من المحيط إلى الخليج عازفة عن الوضع السياسي، وأيضا تبتعد عن السياسة، فبالتالي يعني هذا ليس عيبا او نقصا او خللا في العمليه الانتخابيه بحد ذاتها. نعم. يعني هذا تاسيس واستمرار للمنظومه الديمقراطيه، انه هذه الديمقراطيه في الجزائر، نعم يعني في شيء بالغصب. يعني الذي يريد ان ينتخب فليذهب، ومن لا يريد فله الراي، يعني هذا هكذا تقصد. هو حر. نعم. بارك الله فيك، بارك نعم. الله فيك، نعم، بارك يعني الله فيك. هذا هو عرس ديمقراطي بكل معنى الكلمة، هذه هو تأكيد للديمقراطية وترسيخ للديمقراطية وللمفهوم الديمقراطي. طيب دكتور، عندنا أنظمة شمولية في دكتور الجزائر. آسف، آسف جدا، نعم آسف جدا المقاطعة، ولكن بقيت لدينا دقيقتان. أستاذ زكريا، بدقيقة واحدة، تعتقد أن الانتخابات في الجزائر يعني خضعت لتجاذبات إقليمية ودولية وضغوط خارجية، تعتقد ذلك؟ بدقيقة لو تفضلت. نحن الجزائريون تسألون دائما عن المنظمات الدولية وعن الهيئات الدولية، مثلما سمعت في مقدمتكم منظمة العفو الدولية. نعم. تنتقد الحريات الجزائر. نعم. هذه المنظمات الدولية ساقطة أخلاقيا، وعليها أن تلتفت لحمامات الدماء التي تحدث في غزة وفي السودان وفي غيرها من دول العالم، ثم تلتفت إلى الواقع الحريات في الجزائر. الجزائر تعيش معركتها الداخلية بكل اقتدار، الجزائر لها سقف محترم جدا من الحرية، ومن حقنا أن ندافع عن سقف الحرية ونحاول أن نرفعه أكثر وأكثر. الجزائر في اعتقادي أنها دولة سيدة، ليس من السهل إخضاعها، وليس من السهل التدخل في صلاحيتها الداخلية، وهذا ما نجتمع عليه سلطة ومعارضة، شعبا وحكومة، حاكم ومحكوم، وهذا هو الهدف الرئيسي واللبنة الأساسية والرئيسية بعد اتفاقنا حول القضية الأمة. نعم، القضية الفلسطينية. نعم. لهذا لا أعتقد في أيادي أجنبية، هي دائما تحاول أن تضغط على الجزائر، لكن أبدا لن تركي على الجزائر، ولن تجعل الجزائر محمية لها مثلما تتطرق مع كثير من الدول الأخرى. أستاذ عبد الرحمن، أخيرا بدقيقة، ما هي العلامات الفارقة لمستقبل الجزائر في عهد عبد المجيد تبون؟ كيف نتوقع مستقبل الجزائر برأيكم؟ أظن أن الانتخابات هذه الآن أفرزت على أنه رئيس الجزائر للعهدة الثانية هو عبد المجيد تبون. نعم. ولذلك نحن في الأخير نتمنى له النجاح في مساعيه. نعم. وفي برنامجه. نعم. نحن الآن أمام رئيس كل الجزائريين، سواء انتخب 5 مليون، لكن الأرقام مثل ما تكلمنا عليها فقط يجب ويجدر الإشارة لها، ويجب قراءتها بطريقة صحيحة حتى نتفاداها مستقبلا، أو حتى نعمل على تحسينها. نعم. هذا من جهة. أما من قضية فهذا يسأل عليه الرئيس، وهو طرح برنامجه سواء اقتصاديا أو غير ذلك. مع أني أنا مع الدكتور صلاح متوافق معه لما يتكلم على قضية اقتصادية من ناحية التنمية الاقتصادية، وأختلف معه كليا لما يتكلم على زيادة الأجور ورفع ودفع للبطالة وتخصيص. نعم. طيب. سكنات، لأن هذا الأمور أصبحت عبارة عن ممارسات لشراء السلم الاجتماعي. طيب. وهو نعم. ما نظن أنه ليس واجب. نعم. وإنما الواجب هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى كل مستويات للجزائر. أنا أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور صالح الشقباوي. دكتور صالح، تعبناك، أسفينا اليوم، شكرا جزيلا. حياك الله. وكان معنا عبر سكايب أيضا عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن حركة مجتمع السلم الأستاذ زكريا بالخير. أستاذ زكريا، شكرا جزيلا لكم. وكان معنا في الاستوديو المحلل السياسي الجزائري عبد الرحمن بن عمار. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن على حضورك. ومشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. إلى اللقاء.